شهدت جلسة استجواب وزير الدفاع فضيحة من العيار الثقيل بعد أن وجه الاتهام إلى عدد من النواب والسياسيين وعلى رأسهم رئيس المجلس سليم الجبوري، مؤكدا أنهم حاولوا ابتزازه لمنافع شخصية، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الفوضى داخل قبة البرلمان. هناك اتهامات متبادلة والسجال اتهامي بين السيد الوزير وبين مجموعة من النواب وبعض أعضاء العاملين في الدولة. بالتأكيد سيتم التحقيق في هذه الشهادة لأن اعتبار شهادة لوزير الدفاع، وسيكون موقف حاسم لمجلس النواب تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون عملية الابتزاز ويمارسون عملية إشاعة الفساد بعد أن تثبت عليهم هذه الاتهامات. سيل من الاتهامات المتبادلة داخل قبة البرلمان بين وزير الدفاع والنواب الذين تم ذكرهم في جلسة الاستجواب. نواب طالبوا بضرورة التحقيق بما تم كشفه من معلومات خطيرة واتخاذ إجراءات قانونية بحق من تثبت عليهم التهم. وزير الدفاع ذكر بأن هناك بعض النواب يمارسون عليه الضغوط للحصول على منافع من وزارته، وحين ذاك لن يكون هناك أي استجواب له، فنحن كأعضاء مجلس النواب رفضنا ذلك جملة وتفصيلا لأننا نصبح موضع اتهام، لذلك طلبنا بتحديد الأسماء سين وصاد من النواب لكي يعرض أسماءهم، فتم عرض بأن رئيس مجلس النواب والنائب محمود كربولي قد عرضوا على أو ضغطوا على وزير الدفاع للحصول على بعض العقود. على خلفية ما تم كشفه من ملفات فساد أثناء جلسة استجواب وزير الدفاع، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في الجلسة، مؤكدا أن لا يكون أحد فوق القانون، فيما أعلن رئيس لجنة هيئة النزاهة النيابية طلال الزوبعي عن تشكيل لجنة تقصي للحقائق بالأسماء التي كشفت بشأن صفقات الفساد. لقناة الفلوجة فراس الدليمي، بغداد.